ده اللي كان بتحدد حتى ترجعي لمهلك. يمنى عم بتموت. يمنى رح تكون منيحة، انت بس ادعي لها. خيرانة كتير انه فارس مع ياسما هلا بالمستشفى. وهن هم بحالهم. استشعار عم تلعب بالنار. ما لحق عبالك تكون ريس بقى. بدي اعرف انت شو جابك لهون؟ رح جن، رح افقع. بس انت لازم تهدي وتعرف. وانا مش عم صدق انك بتحب الزلمه هلا. الجزء الثاني من ما في. لا ما بدي اترك يمنى لحالهون، ما بدي. يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الاخبار على الام تي في.